وهذه فرصة لحتى نصبح على أسرانا في سجون الاحتلال ونتحدث قليلا عن تجربة أسير محرر وثقها، ونتحدث عن الأسير محمود البلبول وإطلاق كتابه تضحية ونصر. صباح الخير، أهلا فيك معنا. يسعد صباحك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، أهلا أستاذ. يعني تحدث أخ محمود عن محطة هامة جدا مرت في حياتك، صعب كثير بكل تفاصيلها، إضراب عن الطعام، تواصلت فيه ل85 يوم وكان هناك حرية جميلة جدا. نتحدث عن هاي المحطة وكيف وثقتها في هذا الكتاب. يعني في البداية هي فترة الاعتقال للمناضل الفلسطيني، هي فترة تعلم، هي فترة اكتساب الخبرة، هي فترة ازدياد الإيمان بالقضية الفلسطينية. ما بعتقد أنه أي فلسطيني أو أي أسير فلسطيني خاض تجربة الاعتقال وخرج من هاي التجربة من دون ما يستفيد إشي. صراحة إحنا في طفولتنا كنا نسمع الوالد كان 8 سنوات مطارد، فكنا نسمع كثير من تجربته الاعتقالية، وكنا يعني صراحة الإنسان من هذا القصص اللي نسمعها نقول هل إحنا عندنا القدرة أن نخوض هاي التجربة ونخرج منها مثل ما خرجوا آبائنا. اليوم إحنا بدأت فكرة الكتاب في السجن، وخصيصا في فترة الإضراب عن الطعام. في وقتها كنت أنا وشقيقي مضربين عن الطعام، فقلت له إن شاء الله، التقينا ما يقارب أسبوع قعدنا مع بعض في الزنازين، قلت له إن شاء الله بس نطلع من السجن في عقلي وفي قلبي إني أكتب رواية عن الوالد. وهنا كانت الفكرة، ومن هنا انطلقنا، والحمد لله رب العالمين خرجنا من السجن وبلشت الحكاية. تضحية ونصر، ماذا يحمل في طياته هذا الكتاب؟ شو التفاصيل اللي ممكن أكثر من غيرها توقفت عندها وكنت معني جدا بأنك توثقها وتوصلها من خلال هذا الكتاب؟ صراحة هي أكثر من رسالة. يعني الرسالة الأولى كانت في العنوان، وهو قناعتنا أنه إحنا كشعب فلسطيني وكشعب تعرض للظلم وكشعب سلبت أرضه، لا يوجد نصر من دون تضحية، والتضحية هي طريق النصر، هاي قاعدتين مرتبطات. فكانت صراحة لما جيت أحكي عن تجربة اعتقال الوالد، تجربة بدايته في الحياة النضالية، وخاصة أنه أسير عمره 17 سنة، كان اللي يكتب على الحيط عاشت فلسطين حرة عربية يعتقلوه. صحيح. مجرد ما أنت تهمة. تكتب، فوجدت له وثيقة قديمة اللي هي إنه اعتقاله بالتهمة كيت خط شعارات على الحائط فلسطين عربية. فبلشت بالسيرة النضالية، من ثم الاعتقال، من ثم حياة المطاردة. حاولت أكتب الكتاب يكون أكثر متخصص في سيرة المطاردة، لأنه حاولت أضيف إشي جديد. إحنا اليوم بنعيش في واقع في كثير حالات بنشوفها مطاردين مقاومين، شو الحالة النفسية اللي بيعاني منها هذا المطارد؟ المطارد حالة يعني نضالية خاصة، أنت بتعيش في حالة ما بين الحياة المليئة بالفوضى، حياة المشاعر العاطفة، أنت بتشوف الناس كلهم عايشين مع أسرهم مع عائلاتهم بين الناس بحياة طبيعية، بينما المطارد بتحس حاله بنوع من الغربة. أنت ما بين أنه أنت بدك تحافظ على حياتك، وما بين أنك أنت في نفس الوقت بدك تعيش، بدك تشوف عائلتك، بدك تشوف أبنائك. فصراحة كانت هاي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية اللي بقناعتي، إحنا اليوم كأسرى وكأبناء شهداء ما بنكتب روايات بهدف الشهرة، إحنا بنكتب الروايات بهدف نقل الرسالة لأبنائنا إنه أجدادكم وأجداد أجدادكم بذلوا الغالي والنفيس، ذاقوا المر حتى إن شاء الله تصلوا للنصر. إن شاء الله إحنا يعني بنتأمل إنه أطفالنا يعيشوا مرحلة النصر، يعيشوا عن جد مرحلة التحرر، هذا قناعتنا وإيماننا. هذا أخ محمود، إحنا نتحدث فيه دائما عن أدب السجون. أدب السجون هو أدب خاص بفلسطين تحديدا وبأسرانا المناضلين. قصة الأسر وما يعيشه الأسير داخل الأسر، عدا عن التحقيق وأيضا الإضرابات والمعاناة التي يعيشها، كانت بسرد، يمكن أنت كتبتها بلغتنا المحكية ونحكي بالقوالب شوي، هي القالب مكتوب قالب السرد المباشر، أنت سردت للناس كل هاي التفاصيل. نحكي عن النسخة الأولى أو الجزء الأول من الكتاب، في نسخ ثانية ممكن تأخذ فيها قصص أخرى؟
هي النسخة الأولى كانت جزئية ما بين بداية الحياة النضالية، ما بين الاعتقال، ما بين بداية المطاردة. الجزء الثاني راح يكون كامل متخصص في حياة المطاردة وكيف بدأ المطارد أو المقاوم يندمج. هو كان في بداية النسخة الأولى نوع من المشاعر اليأس، فيها نوع من التعب، خاصة في قصص تعرض لها أحيانا شوية صغيرة كانت صعبة وقاسية على نفسيته لأنه هو تجربة جديدة، لكن التجربة الثانية بدها تكون أشد قوة، أشد إيمان، أشد الإنسان خلاص يتعرض لبداياته. حتى دير بالك حتى أنت كمذيع أي إنسان في بداية أي شيء يكون الإشي صعب عليه، ولكن ازدياده في العمل، ازدياده في الاجتهاد، ازدياده بالقناعة والإيمان بصل إنسان مؤمن بقضيته، بصير من مطارد لمطارد لهذا الاحتلال. حتى في استشهاده هو سيطارد الاحتلال بفكره وبقناعته. أنا اليوم لما نيجي نحكي بس بتفاصيل صغيرة، اليوم ارتباط الفلسطيني أو ارتباطنا في هاي الأرض هو ارتباط روحي مع عقلي. هلا في ناس بيجي بقول لك هذول أطفال عاطفيين بتعاملوا بردات فعل لأنه هذول ولدوا على الفطرة بحب فلسطين، ولكن لما بدك تصير مقاوم وثائر حقيقة بده يكون ارتباط عقلي وروحي. أنت مؤمن بقضيتك، أدوات النضال كثيرة، المناضل أو المقاوم زي ما كان يحكيها الوالد هو عبارة عن إنسان عنده وسائل كثيرة. أنت جالس عندك وسيلة البندقية، وسيلة القلم، وسيلة الكلمة، كل هاي وسائل أنت بتقدر تستخدمها لمقاومة الاحتلال. ممكن اليوم المرحلة هاي أنا كإنسان فلسطيني بشوف أنه القلم والكلمة هي رسالة، في المراحل القادمة ممكن تكون القلم والكلمة والبندقية كلهن تجمعها مع بعض في سبيل تحرير الوطن. طيب هذه نقطة مهمة، ومن هون بدي أتحدث عن التوثيق، تفضلت وذكرته، لأي مدى مهم، لأي مدى لازم ندعم هذه الجزئية، لأي مدى لازم نركز عليها تحديدا، أنه الشعب الفلسطيني دائما بعيش محطات مقاومة ونضال في كل يوم، في كل لحظة، في كل ساعة. وما يخص الحركة الأسيرة، حاليا الحركة الأسيرة عم بتخوض معركة مع المحتل ومع ما تسمى بإدارة مصلحة السجون لتحقيق مطالب اللي بتكفلها القوانين الدولية فعليا. فبالتالي كل هذه التوثيقات لأي مدى فعلا مهمة، ولأي مدى ممكن أنها تأثر في توثيقنا وحفاظنا على حقوقنا الثابتة؟ هلأ التوثيق الأسير الفلسطيني لحكايته وروايته هو جزء من العمل النضالي. هي أجيال تتراودها من جيل لجيل. أنت أنا يعني كان أول كتاب قرأته في حياتي كان كتاب اسمه ستائر العتمة، كان عمره 14 سنة، فقرأته عن تجربة اعتقالية، وجدت فيه كثير شغلات بيني وبين نفسي، شعرت إنه أنا بلشت أفهم شو بيصير، لأنه إحنا يعني تعودنا إن نسمع، صحيح. يعني كنا نقعد مع الكبار في العمر نسمع قصصهم، وكانوا هم طريقة سردهم طريقة جميلة، فتلاقي الواحد يقعد مع والده يقعد مع جده يسمع منه فيتمسك أكثر بالرواية الفلسطينية، برواية جده، برواية أبوه. اليوم إحنا لازم نوصل هاي الروايات مش بس لأبنائنا، كمان لأولاد شعبنا، لشعبنا الفلسطيني اللي موجود في الداخل واللي موجود في الخارج، إنه في ناس بيضحوا، في ناس بيقاوموا، هاي طرق النضال، هاي الطرق اللي خاضوها في سبيل التحرير. أنا بكرة بدنا نصل لمرحلة بإذن الله تعالى لما نحقق هذا النصر نتطلع على هاي القصص، الطرق اللي وصلتنا لهذا النصر. إذن علينا مسؤولية لحتى ندعم موضوع التوثيق أيضا، يعني هنا نحكي مع الجهات المختصة على أمل أن توصل الرسالة، الاهتمام بهذا الجانب، دعم التوثيق وكل نضالات الشعب الفلسطيني. أكيد. هلا موضوع التوثيق يجب أن تكون فكرة التوثيق فكرة وطنية كاملة، كل أسير فلسطيني يوثق روايته لازم يكون في جهات مختصة في عملية هاي التوثيق، بحيث توصل رسالته حتى مش باللغة العربية، كمان باللغة الأجنبية، باللغات العالم اللي ممكن إنه هاي الدول اللي هي تعتبر دول داعمة لأنك كشعب فلسطيني. في دول كثير إحنا في أكثر بعض المؤتمرات شاركنا فيها بكثر ما بحبوا القضية الفلسطينية بس ما بتكلموا اللغة العربية، بيكونوا يدوروا على كتب مترجمة بلغتهم عشان يقرأوا عن القضية الفلسطينية. فموضوع التوثيق
لازم تكون فكرته مش بس توثيق محلي، توثيق كمان بلغات أخرى ومساعدة على النشر عالميا. يمكن إحنا هنا قليل من الناس بيقرأوا، إحنا أكثر شعب منحب اللي نكون في غمار المواجهة نسمع أكثر، ولكن في دول العالم برا بحبوا القراءة، ولما يحبوا شغلة بتمسكوا فيها وبقرؤوها من أولها لآخرها. هاي دعوة كمان لوزارة الثقافة ولكل القائمين على الكتب أو طباعة الكتب أن يكون في ترجمة. لا يمل الحديث معك محمود، مبسوطين بوجودك معنا. أنا أكثر. وإن شاء الله دائما بتكون هاي رسالة واصلة، ومنتابع وإياك الأجزاء الأخرى إن شاء الله. إن شاء الله. مبارك.